مايو 1982 ميلاد أول منتج من مصانع العرب وبدأ مشوار الثقة. بالتطور المستمر بالالتزام بمعايير الجودة اليابانية، النهاردة أكثر من 300 منتج بيخرج من مصانع العرب. أكثر من 12 مليون بيت في مصر بيثق في اسم العربي. العربي صناع الثقة. مئة دولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا. هذا البرنامج برعاية سيراميكا كليوباترا، رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. العربي صناع الثقة. حقوق الإعلان الحصرية لهذا البرنامج ميديا لاين. هذا البرنامج من إنتاج إيبونايت. بص في وشوش الناس كله ورا حكاية، أصل اختلاف البشر من ربنا آية. خلقنا غير بعضنا علشان نكمل بعض، قرب تلاقي نفسك بتبص في المرايا. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. العربي صناع الثقة. سيراميكا كليوباترا، رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. مئة دولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا. انت مين؟ وملك منورة قوي وشايفة نفسك كده. أنا لمبة توشيبا العربي، أحدث تكنولوجيا ياباني. طب هنشوف هتعيشي قد إيه؟ أكتر من 9000 ساعة. ودول مين كمان؟ دول بقية العيلة. إحنا لمبة توشيبا العربي. لمبة توشيبا العربي، كعب جامد وإزاز قوي، حجم أرفع وإضاءة أقوى. خلي حياتك دايما منورة. العربي صناع الثقة. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. العربي صناع الثقة. سيراميكا كليوباترا، رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. عارف فلان عشيرته، يبقى أنت ما تعرفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا معاكم من الحلقة اللي فاتت دي، نقدر نقول تكملة للحلقة اللي فاتت، بنتكلم عن الإمام مالك، دعوة للتعايش. عمالين بنحكي قصة حياة الإمام مالك ونربطها بفكرة التعايش، كأننا استخدمنا قصة مالك ندلل بيها إزاي نعرف نتعايش مع بعضينا، إزاي نأتلف مع بعضينا، إزاي نتفاهم مع بعضينا في زمن قل فيه التفاهم، في زمن
كثرت فيه من أول حالات الطلاق للدماء في العراق ولبنان ودارفور، كثر فيه مشاكل وعلاقات بقت محتاجة إن احنا نتعلم فقه الائتلاف، فقه إزاي نقرب من بعضينا، إزاي نحترم بعضينا، إزاي نبني الجسور بيننا وبين بعضينا، إزاي أحترم رأيك حتى لو أنا مختلف معاك، إزاي ما دوبش في رأيك وما تنازلش عن رأيي ومع ذلك أحترمك وأعرف أتفاهم معاك وحط نفسي مكان الآخر وأشوف هو بيفكر إزاي وليه بيفكر كده. البرنامج ده كل هدفه أن احنا نتعلم منه طريقة إزاي تبني مساحة مشتركة بينك وبين كل الناس حواليك. كأن الهدف من البرنامج أن اللي بيتفرج عليه بعد ما تخلص الحلقة دي يقعد كده مع نفسه ويقول إزاي أعمل مساحة مشتركة مع كل إنسان غيري، إزاي أعمل مساحة مشتركة بيني وبين أمي، إيه اللي يخلي هناك منطقة مشتركة لو دي دايرتي ودي دايرة أمي، إيه المنطقة اللي في النص اللي ممكن أخلي بيني وبينها مساحة مشتركة، إزاي أعمل مساحة مشتركة مع أخويا، إزاي أعمل مساحة مشتركة مع جاري، مع كل بني آدم بتعامل معه، مع مديري، مع أستاذي في الجامعة، مع كل بني آدم. دي طريقة تفكير. هو البرنامج دون في الآخر يا جماعة مش جاي يدي حلول، هو جاي يعلم طريقة تفكير، وجاي يعلم طريقة تفكير بطريقة من خلال القصة، من خلال حدوته، من خلال الأئمة الأربعة. احنا النهاردة ما زلنا مع الإمام مالك، والحقيقة حلقة النهاردة واحنا بنتكلم مع الإمام مالك بنكمل في حياته، احنا هنمسك لقطتين أساسيتين، مذهبه فكره هو عمل إيه مالك، ونقطة تانية خطيرة قوي وهامة جدا. مالك تواجد مع، مش هتصدقوا لأنه هو عاش كتير، هو عاش 86 سنة في بعض الأقوال أو 92 سنة، هو عاش مع 14 خليفة يعني عاصر 9 خلفاء أمويين و5 خلفاء عباسيين. تكيف إزاي؟ تعامل إزاي؟ إيه اللي حصل؟ هنحكي الحكاية دي بالتفصيل، بس خلينا الأول أقولك مالك جاي منين ورايح فين، فكرته، مذهبه كواحد من أصحاب المذاهب الإسلامية الأساسية، إيه الفكرة اللي قام عليها مالك وانطلق منها. هو مالك يا جماعة فكرته إن الهدف من الشريعة كما يراه هو مصلحة الناس والتيسير على الناس. المصلحة، حيث مصلحة الناس، قلنا احنا الكلام ده قبل كده، حيث المصلحة توجد الشريعة، حيث المصلحة يوجد النص، مفيش نص إلا من أجل مصلحة الناس. ولو تعرفوا إنه هو أول واحد اهتم بالنقطة اللي أنا هقولها دي، إن الشريعة الإسلامية لها 5 أهداف. أي حاجة في أي آية قرآنية بتأمر بتنهى، أي حديث بيأمر بينهى، علشان واحدة من 5. مالك بيركز على 5 دول قوي، وبيقول ده أكيد بيؤكد وجهة نظري إن الشريعة الهدف منها المصلحة. إيه الخمسة دول؟ الحفاظ على 5 حاجات في حياة الإنسان، دول أهداف الشريعة. وإحنا طول ما إحنا ماشيين في الأئمة الأربعة لازم هنفكر بالخمسة دول: حفظ الدين والعرض والمال والنفس والعقل. ومالك اهتم بترتيبهم، قال لك أول حاجة حفظ الدين، وبعدين حفظ، ها مين يرتب معايا؟ أول واحدة حفظ الدين، بعدها حفظ إيه؟ العرض. طيب وبعد العرض في ناس هتقولك المال، يعني ده انت تبقى يعني وحش قوي، يعني المال ده اخر حاجه يعني. وبعديها حفظ الايه؟ حفظ الـ النفس، وبعديها حفظ العقل، ان العقل جزء من النفس، وبعديها حفظ المال. لكن يعني ايه بقى الخمسه دول؟ مقاصد الشريعه الاسلاميه الحفاظ على الخمسه دول. اي ايه، اي حديث بيأمرك او بينهاك، من اول تحريم الزنا حفظ العرض، تحريم القمار حفظ المال، الأمر بالزواج والترغيب في الزواج وتيسير الزواج حفظ النسل وحفظ العرض. أي واحدة، أي حاجة، فكر في أي واحدة، أي واحدة هتبص تلاقي كل ما فمالك فكره منطلق من الحتة دي، فكره منطلق إن مصلحة الناس، وهو بيفكر بالطريقة دي وحريص على الحكاية دي، حيث مصلحة الناس أقول، والحاجة التانية التيسير على الناس. طيب دي الفكرة الأساسية. أنا بقولك على يعني بحيث أن أنت لو خدت الكلمتين دول ورجعت لأي فتوى المالك هتلاقيهم طالعين من الاتنين دول. طيب أنا بقى ده كلامه، المصلحة والتيسير، فين ألاقي الاتنين دول متجسدين؟ يعني لو عايز أطبق، لو عايز أدور على المصلحة فعلا، لو عايز أدور على التيسير، أجيب التيسير منين؟ قالك ما فيش غير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مالك شديد الاقتداء بالنبي وبيحب النبي قوي 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 قوي. فأجيب منين؟ أجيب من الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ده رحمة للبشرية كلها. إذن التيسير ومصالح الناس هتلاقيها متجسدة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. إذن هلاقيها عند النبي صلى الله عليه وسلم. طب وأنا حجيب اللي عمله النبي منين؟ أهل المدينة. فجعل من مصادره في الاستنباط من القرآن والسنة أهل المدينة كانوا بيعملوا إيه. اللي بيعملوه ده تقليد للنبي. إذن قمة التيسير تقليد أهل المدينة، قمة التيسير إنك تقلد الناس اللي عاشوا في المدينة، لأن المدينة دي المكان اللي تقلد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية البلاد الأخرى ما قلدتش. فأنت لو عايز تاخد التيسير كله وعايز تاخد المصلحة كلها أهل المدينة. طب يعني هتعمل إيه في أهل المدينة؟ أشوفهم هم بيتصرفوا إزاي، يبقى ده الفقه بتاعي، لأن أكيد تصرفهم قمة التيسير. فاهمين فكرته جايزة؟ يعني يا جماعة أنا عايز أقول إن مالك مبدع، يعني مفكر. يعني الناس بتبقى فاكرة إن الأئمة طلعوا يفتوا كده وخلاص، لا 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 لا، ده هو ما بقاش مالك إلا لأنه صاحب فكرة. الفكرة الشريعة أي مع المصلحة والتيسير، أجيب التيسير والمصلحة منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. طب فين تجسيد عمل النبي؟ أهل المدينة. يبقى هنعمل إيه؟ هنقلد أهل المدينة، يبقى الفقه بتاعي يطلع من أهل المدينة. أحد المصادر القرآن طبعا والسنة وعمل أهل المدينة، اللي يتفق عليه أهل المدينة أنا هاخد بيه. وجهة نظر، خلفوا فيها ناس تانية وهو تعصب ليها بعض الأحيان وما كانش تعايش كما ينبغي، ويمكن الحلقة الجاية بقى لقاءه مع أبو حنيفة حيبين الحكاية دي قوي. وبالتالي طالما هو خد بعمل أهل المدينة فبدأ يقول فكرة وراها. خلي بالكم الأفكار متسلسلة، مصلحة وتيسير، حجيبها منين؟ من النبي. حجيب أفعاله منين؟ من أهل المدينة. طب طالما هتاخد أعمال أهل المدينة يبقى أنت مؤمن بحاجة اسمها اللي يمشي عليه المجتمع بشكل صحيح أنا موافق عليه. فطلع حاجة بدأ يهتم بيها اسمها عرف المجتمع، إن اللي يتفق عليه المجتمع طالما مش حرام أنا مع المجتمع. وده يمكن يا جماعة رد أكبر على حلقة المرة اللي فاتت، إيه اللي خلى الناس تتجمع حوالين مالك بالطريقة دي؟ مصلحة وتيسير وأنا مع المجتمع. ليه جابها منين دي؟ لأن أنا ماشي مع أهل المدينة، فده نوع من المجتمع. طالما أهل المدينة اتفقوا على حاجة أنا معهم فيها. أديكم مثل يوضح لك قوي قوي قوي. جاله واحد من الأندلس بيقول له يا مالك أريد أن أستفتيك في كذا وكذا وكذا. قال لا أدري. قال يا إمام هذا سؤال ليس بصعب. قال لا أدري. قال يا إمام لقد جئتك من الأندلس، أنا جاي لك من أوروبا لأسألك فتقول لي لا أدري. قال ما أفعل، لا أدري. قال فماذا أقول للناس لما أرجع للناس في أسبانيا؟ أقول لهم إيه؟ قال قل لهم مالك لا يدري. فقال لما كل هذا؟ قال يا رجل أنا لا أدري ماذا تفعلون في الأندلس ولا كيف تعيشون، فكيف أفتي وأنا لا أعرف كيف يعيش الناس عندكم؟ اسأل من يعرف الأندلس. إيه رأيك بقى؟ شفت كلمة العرف بتاع المجتمع مهمة عند مالك قد إيه؟ إزاي يفتي رغم إن السؤال هو يعرف يجاوب عليه، بس هو يعرف يجاوب عليه على هنا. طب هناك الله. ولذلك يا جماعة هو فقهه كله تعايش. مش أنا كنت بقولك إزاي توجد المنطقة المشتركة؟ مالك بسبب إن المنطقة المشتركة عنده واسعة قوي، كل الناس قابلته، يعني عنده دوائر مشتركة مع كل البني أدمين. اللي يا جماعة بيعرف يعمل دوائر مع الناس كلها، إزاي يعمل دائرة مع المتدين وغير المتدين؟ إزاي يعمل دائرة مع المسلم وغير المسلم؟ إزاي يعمل دائرة مع المحجبة وغير المحجبة؟ إزاي يعمل دائرة مع القريب والبعيد؟ إزاي يعمل دائرة مع المخالف؟ إزاي يعمل دائرة مع اللي بيشتمه بشكل صحيح؟ ومش معنى كده أن أنت تزل، ومش معنى كده أنك تدوب، لا ده أنا معتز بشخصيتي قوي قوي، معتز بنفسي جدا، لكن أعرف أعمل معاك وكلكم دواير فالناس كلها تحبه. مش معنى كده ان مش هيكون له اعداء، مفيش حد في الدنيا ملوش اعداء، لكن في الاخر هتبقى قادر انك تجتمع مع ناس كتير في مناطق كتير. فالامام مالك قايم على الفكره دي، المصلحه والتيسير هم هدف الشريعه. ما جعل عليكم في الدين من حرج، انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، لا ضرر ولا ضرار. المصلحة الدين هدفه ما يضركش أبدا، أي حاجة فيها ضرر يبقى الدين مش موافق عليها، لا ضرر ولا ضرار. دي الفكرة الأساسية، هنجيبها منين من النبي، هنجيبها منين من عمل أهل المدينة، يبقى أنا مؤمن بالعرف. فدون خط مالك الكبير. وعشان كده يا جماعة كانت كلمة حرام عليه صعبة قوي، ولذلك من الحاجات اللطيفة أن مالك اخترع مصطلحات جديدة ما كانتش معروفة، ما حدش قالها غيره، وللأسف تلامذته ما مشيش عليها، لكن هو أول واحد اخترعها من كتر ما هو ما بيحبش يستخدم كلمة حرام. فبص مثلا من المصطلحات تخفف حدة الكلمة، فيقول لا يصح عندي، أو يقول لا ينبغي، واحد بيسأله هل يجوز كذا وكذا فيقول له لا ينبغي، أو يرد ويقول لا خير فيه، الحكاية دي ما فيش فيها خير. من كتر ما كلمة دلوقتي في ناس كلمة حرام على لسانها زي المية، يعني حرام 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 حرام. إنما مش معنى كده أن احنا نقول حلال من غير دليل، لكن معنى كده طريقة تفكير مالك، وليه الناس بقت تجيله من الأندلس، واحد يقول له أنا جاي لك من الأندلس أسألك سؤال وارجع تاني والناس مستنياني، طب إيه اللي خلاه يعمل كده؟ لأن طريقة مالك خلت الناس تقول نسأل الرجل ده. فدون يعني الإمام مالك، وأنا قلت لكم أنه هو أم جامع الحاجات دي كلها في كتاب سماه الموطأ. على فكرة عارفين الموطأ اتكتب في كم سنة؟ مش هتصدقوا، 40 سنة. هو بيقول ظللت أكتب فيه 40 سنة. ليه؟ كل ما يكتب ويلاقي مصلحة الناس محتاجة تعديل يعدل. ده لا، ده مؤمن بالفكرة إيمان غير عادي، ده مش بيقول بس فكرة كده، لا لا لا، ده مذهبه هو عايش بيه إمام مالك، حاجة كبيرة قوي. فقعد يعدل 40 سنة وكل شوية يعدل، ولذلك مرويات الموطأ في كذا رواية للموطأ، لأنه بعض التلاميذ كتبوا في الأول وبعدين جه هو عدل، وبعض التلاميذ خدوا في التعديل، فالتعديلات كتيرة لأنه هو أراءه. وشوف قد إيه راجل متجدد، شوف قد إيه. على فكرة هو والشافعية عندهم الحكاية دي، مستعد يغير، مستعد يجدد، ما عندوش مشكلة. فشوفوا متجدد قد إيه، ومتطور قد إيه، ومرن قد إيه. معقولة يعني التنوير دون والانفتاح دون كان موجود في ديننا من 1400 سنة؟ طب ليه في جمود الآن؟ شوفوا المرونة بتاعة الإمام مالك. وحتى على فكرة المنصور جاله قال لو شئت يا مالك نكتب الموطأ بماء الذهب، فرد عليه مالك قال لا تكتبه بماء الذهب، ولكن اعمل بما فيه. يعني بلاش التفخيم قوي وانك تكتبه بماء الذهب، يعني مش مهم الفخامة، المهم انك تعمل بما فيه. وبيكلم مين؟ بيكلم الخليفة. دي فكرة مالك اللي قام عليها. تعالوا نكمل مع مالك بعد الفاصل ان شاء الله، نشوفكم بعد الفاصل. عارف فلان عشر يبقى انت ما تعرفوش. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. العربي، صناع الثقة. سيراميكا كليوباترا، رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. مراوح توشيبا العربي، موديلات كتير وألوان أكتر. مراوح توشيبا العربي، في حد لسه حرام؟ العربي، صناع الثقة. دولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. العربي، صناع الثقة. سيراميكا كليوباترا، رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. ساعدني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل مع الإمام مالك. على فكرة الإمام مالك من كتر ما هو معتدل، ومن كتر ما هو يعني منفتح، ومن كتر ما هو بيدور على التيسير والمصلحة، من الأئمة القليلين قوي اللي تلاقي العلماء الآخرين لما يختلفوا معاه في الرأي، عادة لما العلماء يختلفوا مع بعض وكله يجمع على حاجة واحد يخالف يقولوا شذ، يعني رأيه شاذ، شذ فلان. إلا مالك ما تلاقيش الكتب عليه كلمة شذ أبدا، يقولك خالف مالك. حتى رأيه في موضوع الكلب وأنه هو يعني ما لا ينجس، ورأيه في موضوع الغناء وأنه هو يعني يراه أنه هو مش حرام مباح، حتى أراءه ديا ما تلاقيش حد قال عليه في الآخر شذ مالك، إنما تلاقي خالف مالك، من كتر ما هو دواير التفاهم بينه وبين الآخرين كتيرة قوي وواسعة قوي. ومش معنى كده برضو يا جماعة ما حدش ياخد كلامي ويقول يعني إذن هو كل حاجة في حياته تعايش، لا، احنا هنشوف في الحلقة الجاية قد ايه هو كان عنده خلاف. ويمكن في الحلقة دي خلوني أعرض عليكم كده حتة بسيطة لوجهة نظر ليه. يعني هو كان وجهة نظره إن عمل أهل المدينة هو أهم حاجة يجب أن تعمم. أنا قلت من شوية حتة إن جاله واحد من الأندلس فقال لا أدري، ده في آخر حياته، لكن في أول حياته كان عنده مشكلة في الحتة دي، عمل أهل المدينة يجب أن يعمم. ومرة بعد جواب لإمام من أئمة الحرم المكي يقول له ما هذه المسائل التي تخالف عمل أهل بلدنا فيها؟ أنت إزاي تخالف عمل أهل بلدنا؟ مش تعصب للمدينة، لكن أهل المدينة، أهل المدينة هو مقوم فقه إن عمل أهل المدينة ده قمة التيسير، فإزاي تخلفوها؟ فخلوني أجيب لكم لقطتين إزاي إنه هو كان شايف وجهة النظر دي وإزاي اتغيرت. فحجيب لكم لقطة بعد جواب، الجواب ده خطير قوي. الجواب ده يا جماعة هتلاقوه موجود على عمرو خالد دوت نت، اللي يدخل على الموقع حيلاقي الجواب ده بالكامل، وحيلاقي الرد بتاع الجواب بالكامل. بعت لليث بن سعد يعيب عليه وينكر عليه، إزاي يا ليث تفتي بغير عمل أهل المدينة؟ الليث ده فين؟ مصر، ده إمام مصر الكبير. طبعا أنا مش هقدر أحكي لأن الجوابات كبيرة، بس بعت الجواب لليث بن سعد وخلوني أقرأ حتت، هتلاقي إن كلام الإمام مالك شديد شوية، وإن يعني حتة التعايش مش متظبطة شوية. يعني بص إيه، من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد، سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، أما بعد، عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية، وأعذنا وإياك من كل مكروه. اعلم رحمك الله أنه ينبغي اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة أهل المدينة. أنت إزاي يا ليث بن سعد في مصر بتفتي الناس بحاجة غير أهل المدينة؟ وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك في أهل بلدك، وحاجة من قبلك، وحاجة الناس إليك واعتماده، إلى آخر هذا الكلام، ألم تسمع قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز يفر إلى المدينة كما تفر الحية إلى جحرها؟ الإيمان مكان المدينة، فكيف تعمل بعمل أهل غير المدينة؟ وينبغي أن تعلم يا ليث أن الناس تبع لأهل المدينة، الناس تبعين لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة، وبها نزل القرآن، وبها أحل الحلال وحرم الحرام، وبها عاش رسول الله ومات رسول الله، ونزل الوحي وعاش الصحابة وعاش التابعين، وماتت زوجات الرسول وهم أعلم الناس بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. تك 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 كتب الكلام ده كله، فانظر رحمك الله فيما كتبت إليك فيه لنفسك، واعلم أني أرجو ألا يكون دعائي إلى ما كتبت إليك به إلا النصيحة. أنا ما عملتش كده بنتصر لنفسي. وعلى فكرة ما نشرش الجواب ده زي ما بنشوف دلوقتي يبقى بعته له وينشره، لا، بعته له سرا. وأعلم أني ما كتبت إليك ذلك، عارفين إمتى اتنشر الجوابات دي؟ بعد موت مالك والليث بن سعد. ولاد الليث وولاد مالك حماد وابن الليث بن سعد نشروا الجوابين. المهم، وما كتبت ذلك إلا النصيحة والظن بك، إن أنا أظن بك إنك يعني بتحب النصيحة، فأنزل كتابي منك منزلته، يعني اهتم بكتابي دون، فإنك إن فعلت تعلم أني لم آل لك نصحا. وفقنا الله وإياكم لطاعة رسوله، والسلام عليك ورحمة الله. اللطيف بقى رد الليث بن سعد على مالك،
لان مالك بس انا ما قريتش من ضمن الحاجات بيجيب له نصوص لفتاوى مثلا ان الليث بن سعد فتى اهل الشام واهل مصر ان الليله الممطره ينفع يجمعوا الصلوات فيجمعوا المغرب والعشاء لما الدنيا تبقى بتمطر يقوموا جامعين المغرب والعشاء. وطبعا مالك غاضب غضب شديد على الموضوع ده وكتب كلام شديد فوصل بقى الكلام. بص ليث بن سعد: قد بلغني كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذي يسرني، فأدام لك الله لك ولأولادك النعمة والعون، وقد بلغك أني أفتي بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم، وإني يحق علي أن أخاف على نفسي، وأنا كمان لازم أخاف على نفسي. إيه الأدب ده؟ أنتوا شايفين رقي الكلام من 1400 سنة؟ مستوى الكلام عالي إزاي؟ مش مستوى الكلام يعني أنتوا فاهمين طبعا يعني. وقد وقع كلامك مني كل موقع وانتصحت بما فيه، واعلم أني لا أشذ في الفتية، ولكن اعلم أن أتباع رسول الله تفرقوا في البلاد، وجاءنا من العلماء كما عندكم من العلماء. وأم ضرب له مثل: أما قولك فأنا نجمع السلاطين، فرد عليه رد جميل جدا جدا جدا: فلعلك لا تدري يا مالك أن المطر عندنا غير المطر عندكم في المدينة. فاهمين يا جماعة؟ يعني أنت يا مالك شايفها من الناحية دي إزاي، لكن أنت ما تعرفش المطر عندنا فهو كثير فوق قدرتك على التخيل. يعني خلي بالكوا مالك اتولد وعاش ومات في المدينة، فبيقول له أصل أنت مش متخيل المطر في الشام بينزل إزاي، ووالله أنت تأمر بالتيسير، ولو جئت ورأيت الأمطار عندنا في الشتاء لفعلت ما نفعل. وقد فعل ذلك من أصحاب رسول الله عمرو بن العاص والزبير بن العوام وبلال وأبو الدرداء لأنهم عاشوا عندنا. شفتوا خلي بالكوا الجوابات دي، وبعدين مقابلة أبو حنيفة اللي أنا هقولها الحلقة الجاية من الحلقات اللي فرقت عند مالك قوي. إيه ده؟ المطر عندهم غير المطر؟ أصل البيئة مختلفة. فبدأ يقول الله ده أنا أكتر واحد بيقول العرف، فيبقى لازم أخد بعرف التانيين. عشان كده لما جاله الراجل الأندلسي في الآخر بقى أم قايل له يعني لا أشوف البلد عندكم عاملة إزاي. يبقى شفتوا الرسائل وتبادل الآراء بتفرق إزاي. ولذلك يا جماعة من الحاجات الجميلة قوي مالك قبل ما يموت قال جملة في منتهى الجمال، بيقول إيه: العلم شجرة. دي من كلمات مالك اللي تتكتب بالذهب. العلم شجرة أصلها بالمدينة، وهو ما زال مصر على رأيه يعني، بس إيه بقى بص الباقي: وغصنها بالعراق وثمرتها في مصر. العلم ده شجرة مش حتة واحدة، أصلها في المدينة لأن الوحي ابتدى في المدينة، وأغصنها في العراق وثمرتها في مصر. يبقى شفتوا رؤيته يعني اتغيرت ازاي وبقت عاملة ازاي. انا هحكي لكم مثل بس عشان تعرف حكاية ان الواحد ساعات بيبقى شايف الموضوع هو اكيد اللي انا بقوله صح، وبعدين يسمع وجهة نظر تانية يقول لا توزن. هحكي لكم حاجة تضحك يعني. بيقولك واحدة ست كانت راكبة قطر رايحة مسافرة من بلد لبلد، فالقطر اتأخر فقعدة في المحطة بقى ومتضايقة جدا يعني ومستنية القطر. فجابت راحت اشترت كتاب تقرأ فيه، وجابت كيس حلويات كده تقعد تاكل منها، وقعدت على الكنبة اللي بتبقى في محطات القطر دي، حطت الحلويات ومسكت الكتاب وانهمكت في الكتاب جدا جدا جدا. بصت لقت بنت تانية قامت جاية قاعدة جنبها وبدأت تحط ايدها في الكيس وايه وتاكل. فالست قلة الأدب دي تحط ايدها في كيسي تاكل من الحلويات بتاعتي. الست من كتر الذهول والبنت ايه تبص لها بابتسامة وتاكل، يعني كمان مش مكسوفة، ده ايه الوقاحة دي، وتبص في الكيس وتاكل. فهي بتقول انا مش عارفة اعمل ايه، اشد الكيس مش قادرة من كتر ما البنت بالبرود اللي هي فيه، فمش قادرة اشد الكيس فبقيت اكل انا كمان وانا متغاظة. فانا اخد حتة الاقيها هي كمان مدت ايدها اخدت حتة، وعايزة اقوم اضربها قلم ولا اشتمها، انا مؤدبة ما اقدرش اعمل الحاجات دي. وبعدين لغاية ما فضلت في الاخر قطعة واحدة قامت البنت بسرعة مد ايديها وقامت قسمها نصين واكلة النص وسايبة النص. فهي بتقول قمت انا واكلة النص الاخراني وانا بقول الحرامية الواقحة الباردة، وخدت بعضي وطلعت القطر وانا بغلي من جوايا ازاي سكت لها. بتقول فبفتح شنطتي بقى في القطر عشان احط الكتاب اللي انا كنت بقرا فيه، لقيت كيس الحلويات زي ما هو. أتاري أنا كانت هي البنت جايبة كيس حلويات زي بتاعي.
وانا حطيت كيس حلوياتي في الشنطه من اول ما قعدت، وطلعت ان انا اللي باخد من كيس حلوياتها مش هي اللي بتاخد من كيس حلوياتي. فانا فاهمين القصه، فهي بتقول فانا عمال اخد من بتاعتها والبنت مبتسمه لان هي طلعت سايباني اكل من بتاعها مش انا، وجت في اخر قطعه عايزه تلحق فقامت واخده النص. احنا احيانا بنبقى شايفين الحق من ناحيتنا لكن مش شايفين الطرف الاخر بيبص ازاي. فمالك، وده قمة التعايش انك تصبر لغاية ما تشوف التاني شايفها ازاي. فالامام مالك بعد ما سمع من الليث، طبعا الحتة دي انا هشرحها اكتر قوي الحلقة الجاية، بس دي نقطة مهمة قوي في التعايش، انك تحط نفسك مكان الطرف التاني. طيب خلوني بعد ما قلت مالك مع يعني وصفت مالك والفقه بتاعه والحكاية دي، خلوني اتنقل لحتة خطيرة جدا جدا جدا. ايه هي؟ مالك مع الحكام، يعني مالك والسياسة. خلي بالكم مالك عاصر كم خليفة؟ 9 أمويين و5 عباسيين، يعني بنتكلم في كم في الآخر؟ 14 خليفة عاشرهم مالك. حاجة يعني حاجة ضخمة جدا، 9 أمويين وياريتهم كلهم سكة واحدة، ده دولتين عكس بعض بالكامل، الدولة الأموية والدولة العباسية. 14 خليفة. ويمكن دي تطلع لك فوائد كتيرة قوي في التعايش، لأنك هتشوفه بيتصرف إزاي، عميق جدا. ال 14 خليفة، أول واحد اللي اتولد مالك في عهده الوليد بن عبد الملك، وبعدين سليمان بن عبد الملك، وبعدين عمر بن عبد العزيز. على فكرة عمر بن عبد العزيز مات ومالك عنده حوالي 9 سنين، فيعني وبعد كده كمل مع بقية هشام بن عبد، كمل مع بقية الأمويين، وبعدين حضر 5 خلفاء عباسيين، أبو العباس، وبعدين أبو جعفر المنصور، وبعدين المهدي، وبعدين الهادي، وبعدين الرشيد، والرشيد كان بعت له الأمين والمأمون ولاده الصغيرين، يعني اللي هم هيجوا خلفاء بعد كده، فهو كمان كأنه عاصرهم بس قبل ما يبقوا خلفاء، يعني إيه؟ يعني 5 و2 7. تخيل طب ازاي قدر يعيش مع دول كلهم؟ بس خلي بالكوا دول كلهم قابلين مالك ويجلوا مالك وياخدوا بفقه مالك ويحترموا مالك. طب ازاي عملها؟ انا اللي انا اعرفه ان الناس نوعين، ناس بتبقى منافقين، يعني ايه؟ يتملق ويداهن كل سلطة وكل نظام، وناس متطرفين في الصراع يصطدم. مالك مش الاثنين. مالك ايه؟ مالك انا محايد، انا صاحب مدرسه في الفقه، ماليش دعوه بتصرفاتكم، طلعوني من الدايره بتاعتكم، انا مش داخل في الصراع، انا مش جزء من الصراع، سيبوني، دعوني اخد بايد الناس، دعوني اساعد الناس، انا لا عايز ابقى مع ده ولا عايز ابقى ضد ده، انا بره الصراع، انا على الحياد. وفضل مصر على حياده بشكل غير طبيعي. يعني خلي بالكم أساتذة مالك زي ابن هرمز اللي أنا حكيت عنه الحلقة اللي فاتت، لأن حصل واحد اسمه محمد بن الحسن من آل البيت، اسمه محمد النفس الزكية كانوا مسمينه كده، عمل ثورة ضد العباسيين مصدرها من الحجاز. خلي بالكم الحجاز دايما الثورات بتطلع من الحجاز، عبد الله بن الزبير طلع من الحجاز، سيدنا الإمام الحسين طلع من الحجاز، محمد النفس الزكية طلع من الحجاز. فالعباسيين عندهم مشكلة مع الحجاز، والعباسيين أخطأوا في أول حكمهم إن هم بطشوا بالحجاز وقتلوا ناس وخلوا الفقر شديد، ففي مشكلة. مالك موجود في الوقت ده، أساتذة مالك خرجوا على العباسيين وطلعوا مع محمد النفس الزكية في الثورة بتاعته، حتى ابن هرمز اللي أنا حكيت عليه دخل في الثورة وطلع. مالك وجهة نظره إيه؟ أنا محايد، بمعنى إيه؟ أنا مش موافق عليكم يا خلفاء، وفي نفس الوقت هنصح ليكم وادلكم على الحق، لكن مش هفور عليكم ومش هخرج عليكم، أنا على الحياد ولن أخرج عن حيادي ولن أدخل في دائرة حد على حساب حد، ومش هكون مع حد ضد حد، أنا عندي فكرة عايز أوصلها، وما عنديش مانع أن أنا أتعامل معاكم زي ما بتعامل مع بقية الناس. يعني كان عنده هذا التوازن. ولذلك خلوني يعني عشان أشرح لكم أكتر، مرة حاولوا يطلعوه عن حياده ده، إيه اللي حصل؟ دي محنة مالك. اللي حصل إن هو فضل الناس كلها محترمة لأنه هو مصر إن هو يكون على الحياد،
لغاية ما حصل إن محمد النفس الزكية عمل الثورة بتاعته ضد العباسيين، والعباسيين في ناس بتكره مالك عايزة توقع بينه وبين أبو جعفر المنصور الخليفة. فأبو رايحين سألين مالك سؤال. إيه السؤال؟ راحوا سألوا مالك سؤال بسيط جدا فقهي. واحدة ست جوزها أجبر إن هو يطلقها، يقع الطلاق ولا لا يقع الطلاق؟ ده إيه علاقته بالعباسيين؟ لا أصبر بس، بص هيعملوها له إزاي. فهو مالك أم قايل لا يقع الطلاق، وأم قايل الكلمة الشهيرة بتاعته طلاق المكره لا يقع، ليس على المكره طلاق. اللي يطلق وهو مكره غصب عن عينه. قالوا طب إيه الدليل؟ قال لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي، مش هيحاسب أمتي على الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. اللي خد السؤال ده أم واخد الإجابة وأم رايح لأبو جعفر المنصور قال له ده يقصدك. ليه؟ لأن أبو جعفر المنصور خلى الحجاز يبيعه غصب عنه، فكأنه عايز يقول إن مالك بيقول للناس أنتوا بيعتوا أبو جعفر المنصور بتاع العباسيين غصب عنكم، أنتوا في حل من البيعة دي تقدروا تروحوا مع محمد أبو محمد بن الحسن النفس الزكية في الثورة بتاعته. يا نهار أبيض، بص اللي عملوها إزاي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الخليفة كان المفروض يتبين، يعني الوقيعة أكتر حاجة. يا أهل العراق، أنا عايز أطلع بدي منين؟ ما أنا عايز أدي درس لهنا. يا أهل العراق، يا أهل لبنان، يا أهل درفور، أحيانا الوقيعة والفتنة أشد من القتل. أحيانا الوقيعة تقضي على التعايش ويكون الموضوع ممكن استيعابه. فالخليفة غضب وصدق، وهو مالك فعلا ما يقصدش. هو مالك جاله سؤال في الطلاق فجاوب على سؤال الطلاق والموضوع بعيد، فقالوا له لا ده عمال يقول الفتوى ديا عشان يحرض الناس ويقول لهم انتوا مكرهين ولا يعني ليس على المستكره بيعة، زي ما قال ليس على المستكره طلاق، هي ليس على المستكره بيعة، ده بيقلب الناس عليك عشان يعمل الثورة. فجن جنون أبو جعفر المنصور وقام باعت لمالك يقول له غير الفتوى. فقال والله لا أفعل أبدا، لا يمكن. فلما لقى مصر قال فاخرج بين الناس قل لهم أنك لا تقصدني بالفتوى. فقال إذن أخرج عن حيادي، أنا لا معك ولا ضدك. ومعنى أن أنا أخرج للناس أن أنتوا حتدخلوني طرف، كل بقى ما خليفة يبقى عنده مشكلة يقول لي طب اطلع قول دي، طب اطلع قول دي، طب اطلع قول دي. أنا قلت فتوى عن الطلاق، أنا ماليش دعوة لا بيك ولا بغيرك، ومش هغير كلامي ومش هدخل في الموضوع دون. فقال إذن تجلد. قال افعل ما شئت. فيتعرض لمحنة شديدة أوي، يضرب ما يزيد عن 100 صوت. مالك اللي كله هيبة يجرف بين الناس بالصياط ويضرب حتى خلع كتفه. كتفه اتخلع. انت متخيل صوت يخلع كتف؟ ده يبقى عامل ازاي؟ يعني نزل ازاي على عظمة الصوت دون ونزل كم مرة في الحتة دي لغاية ما الكتف اتخلع؟ اتعمل ايه ده؟ لدرجة ان الامام مالك بعد هذا الضرب ما كانش بيقدر كتير يصلي وايديه وهو جامع ايديه في الصلاة، احيانا كان بينزل ايديه لانه مش قادر، العضلات من الضرب مش قادرة تقوى انها ترتفع. تخيل وتعمل كده حاجة يعني، وصبر، وكل ده بسبب فتنة. ناس وقعت بتكره مالك، وقعت عند أبو جعفر، وأبو جعفر ما تثبتش من الموضوع فضرب مالك. فلما ضرب مالك يقدر يعمل إيه؟ لو هو داعي فتنة كان يقدر يعمل إيه؟ يثور لنفسه. يعني أسألك سؤال، لو مالك عايز يحرك الجماهير الألاف اللي بتحضر له كان حركة المسجد النبوي بيعجب الألاف، يعني كان عمل ثورة أكتر من بتاعة محمد بن الحسن. طب ما عملش ليه؟ قال لا، إنما ضربت أنا وظلمت أنا، أحقن دماء المسلمين، أنا اللي ظلمت. في ناس يا جماعة تتظلم فينتقم لنفسه بآخرين، يعرض ناس آخرين. النقطة دي دقيقة قوي على فكرة، دقيقة جدا 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 وحساسة جدا. لم يثور وفضل يتكلم على أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين، يعني نادي يا أمير المؤمنين. وعشان كده أبو جعفر المنصور بعد ما ضرب مالك وما عملش ثورة، أبو جعفر المنصور عرف أنه اتضحك عليه،
فبدأ يتودد إلى مالك. ومن هنا يمكن أن بعت له بعد شوية، خلي بالك هو ده اللي بعت له، يقول له إيه رأيك نجمع الناس كلها على كتاب الموطأ ونخلي فقهك هو الفقه اللي في كل مكان. فرفض مالك. رفض ليه؟ علشان هو بيحترم أن العقول مختلفة، هنشرحها دي بالتفصيل الحلقة الجاية. لكن الفكرة اللي أنا عايز أقولها هنا، النقطة دي عجيبة جدا. الغريبة أن المنصور أم جاي عامل زيارة للمدينة عايز يراضي مالك، لأنه اكتشف أن الراجل ده على الحياد ومصر يفضل على الحياد ومش داخل طرف. شفتوا طريقة مالك؟ فالمنصور لما زار المدينة فقال أبدأ ببيت مالك. فطبعا دي رد شرف. وبرضو خلي بالكم المنصور ذكي، بيعمل منطقة تعايش مع أهل الحجاز. فزار مالك في بيته فقال ما تأمرني؟ قال أأمرك أن تخرج الآن تطرق أبواب بيوت المسلمين، فهم المهاجرين والأنصار، دي بيوت المهاجرين والأنصار، تأمر بعطاء مالي لكل عائلة وتقبل أولادهم. إيه ده؟ بقى حد اتعمل فيه كده يجمع الناس كده؟ ده هو إن كان عليه الناس تكره المنصور كراهية شديدة، ده بيساعد المنصور إنه يحسن صورته في المجتمع في البلد. لو عملت دي الناس هتحبك. هو بيفكر إزاي الراجل ده؟ أنا طريقة التفكير إزاي أجمع الناس؟ أنا مش عايز أعمل فتنة جوه الدولة. يعني أنت متخيل طريقة التفكير؟ طب ده أنت اتظلمت، طب ما تعمل ثورة، ده أنت بإشارة منك يا مالك تقلب الدنيا على المنصور. لأ مش صح، هسكت، أنا اتظلمت وحدي مش غير اللي اتظلم، وديني برد للناس مظالمهم. فبدأ ينزل المنصور ويعدي على البيوت يدي للناس عطاء 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 عطاء. فبعد ما ادى للناس ابتسم مالك، يا سلام على النفس الصافية. فقال المنصور يا مالك نريد أن نأمر لك بعطاء وانت كمان تاخد. قال عندي ما يكفيني يا أمير المؤمنين. عزة نفس غير عادية، ويا أمير المؤمنين ما شلهاش منه، عندي ما يكفي يا أمير المؤمنين. فالمنصور ذكي ذكاء فقال يا مالك عندك ما يكفي؟ ألست أنت الذي عندما تجوع ابنتك فتبكي تحرك الطحين حتى يغطي على صوتها فلا يسمع الجيران أنكم تحتاجون المال؟ فقال مالك كيف عرفت؟ والله لا يعلم ذلك إلا الله. خلي بالكم المنصور بيبعت له رسالة بيقول له إيه؟ أنا مراقبك كويس. ما هي كده معناها كده، يعني ده أنا عارف اللي بيحصل جوه بيتك، فاوعى تعمل حاجة. شوف أنا بكر، يعني بصوا برضو منصور يا جماعة جامد جدا يعني الحركة دي. فمالك قال له أنت إزاي عرفت دي؟ فرد عليه المنصور قال واجبي أن أتفقد الرعية. أنا واجبي أن أنا أطمن على الرعية. على فكرة مالك بعد كده كان بيقبل هدايا الخلفاء، يعني هارون الرشيد لما يهدي ليه هدية يقبل، وهو مصادر رزقه كانت قليلة، فكانت هدايا الخلفاء وهدايا ليث بن سعد، ليث بن سعد كان بيبعت له هدايا كتيرة، هي كانت مصدر رزقه الرئيسي. والناس لمته في الحكاية دي قالوا له يعني كيف تفعل ذلك مع الخلفاء؟ قال ألست أنصحهم؟ ألست عزيزا؟ ألست أقول الحق؟ فلما لا أقبل؟ يعني هو أنا فرطت في الحاجات دي فيبقى قبولي غلط؟ وهو الحقيقة يبدو برضه أنه كان بيعمل تعايش، هو ذكي مالك، لأنه لو رفض الهدايا مع قوته اللي هو بيعملها ممكن يتفهم الموضوع أنه رافض لأنه إيه؟ لأنه خارج عليهم وضدهم. فهو بيقول لهم أنا بقبل الهدايا، أنا مش ضدكم، لكن في نفس الوقت ما بغيرش كلامي، كلامي ثابت، الحق عندي ما بيتغيرش، هو كده هيفضل كده. أنا يتردد لكم صورة إزاي مالك كان بيتعامل. جاله واحد تاني قال هل يجوز قبول هدايا الخلفاء؟ قال لا يجوز. قال لا يجوز؟ كيف لا يجوز؟ أنت تقبلها، يعني أنت بتقولي ما أقبلتش، ما أنت بتقبلها. قال أنا أعلم ما أفعل، أنا عارف إزاي بوزنها، أما أنت أرأيت إن كنت أنا آثما أتريد أن تبوء بإثمي وإثمك؟ هتاخد إثمي وإثمك؟ لا تفعل. خلي بالكم من ضمن الحاجات عشان تعرفوا ازاي الوزنة، مرة هارون الرشيد حلف يمين انه يعمل كذا كذا كذا، وبعدين حب يرجع في يمينه، فهو المفروض الرجوع في اليمين عتق رقبة تحرر عبد، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فمالك كل العلماء قالوا لهارون الرشيد تعتق رقبة،
هارون رشيد عنده آلاف الرقاب يعني يعتق كده يعني ده هو كل يوم الصبح لو عايز يعتق رقبة يعتق رقبة. فلما سأل قال والله لا أفعل حتى نسأل مالك. شوفوا تقدير مالك. فبعثوا المالك في المدينة قال يصوم ثلاثة أيام. فاضغاظ هارون الرشيد فقال له أمعدم أنا؟ هو أنا معيش فلوس عشان تقول لي ده صيام ثلاثة أيام ده نمرة اتنين. الأول عتق رقبة، الآية بتقول كده عتق رقبة فإن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام. فقال يا أمير المؤمنين الرقاب التي عندك ليست ملكك إنما هي ملك المسلمين. أنت إزاي هتتصدق مش حاجة من بتاعتك؟ أنت تملك أن تصوم ثلاثة أيام، أما كل المال الذي عندك هذا مال المسلمين أنت مؤتمن عليه، مش من حقك تتصرف فيه. فتخيلوا القوة في الكلام وفي نفس الوقت القدرة على التعامل. قيل له لماذا تزور وتقبل مقابلة السلاطين؟ قال فمن يعلمهم سنة رسول الله ومن ينصحهم ومن يأمرهم بالحق إن لم أفعل أنا؟ والله لو لم أقابلهم وأدخل عليهم لأزاحوا سنة رسول الله عن المدينة. أنا بعمل الأوفرلاب ده، بعمل المنطقة المشتركة وبوجد منطقة مشتركة بيني وبينهم عشان أحافظ على بقاء السنة، عشان أحافظ على العلم يستمر. شايف طريقة التفكير؟ إيه رأيك؟ شايف الحيادية؟ شايف عدم إثارة الفتن؟ شايف إن هو حريص إن الدماء ما تكشرش في بلاد المسلمين عشان مصلحة شخصية يناسية في العراق؟ أليس درس تعرض مالك للضرب مثل رهيب جدا نتعلم منه؟ أيا كانت الأبعاد، يا ترى احنا بنشتغل لمصالح شخصية ولا عشان الأمة دي تتوحد وتأتلف؟ التعايش التعايش التعايش. بزيك ابن آدم وفطرتك تحبه. العرب صناع الثقة. سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. دولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا. انت مين؟ وملك منورة قوي وشايفة نفسك كده. انا لمبة توشيبا العربي، احدث تكنولوجيا ياباني. طب هنشوف هتعيشي قد ايه؟ اكتر من 9000 ساعة. ودول مين كمان؟ دول بقية العيلة. احنا لمبة توشيبا العربي. لمبة توشيبا العربي، كعب جامد وإزاز قوي، حجم أرفع وإضاءة أقوى، خلي حياتك دايما منورة. العربي صناع الثقة. سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. العربي صناع الثقة. عايز أختم الحلقة دي بوفاة مالك. أنا تقريبا وصلت للنهاية. هو مالك عاش 64 يعني يا 85 يا 86 سنة يا 92 حسب الروايات، لكن قبل ما يموت سأل تلميذه مطرق قال له ماذا يقول الناس عني؟ الناس بتقول علي إيه؟ فقال إما صديق يثني أو عدو يقع فيك يعني. فقال الحمد لله. فقال له لما؟ قال ما زال الناس هكذا بين عدو وصديق. اللهم إني أعوذ بك من تتابع الألسنة. يعني إيه تتابع الألسنة؟ إن كلهم يتفقوا على حاجة، يا إما كلهم أصدقاء يا إما كلهم أعداء. ده اللي أنا مش عايزه. شوفوا رؤيته للتعايش، شوفوا رؤيته للاختلاف. اللهم إني أعوذ بك من تتابع الألسنة، خليهم زي ما هم كده. فقال له مطرق كيف؟ أرأيت إن كانوا كلهم أصدقاء ما يضيرك؟ طب افرض كانوا كلهم أصدقاء. قال إذن يقتلوني بالعجب، حعجب بنفسي لغاية ما يخلصوا علي. قال أرأيت إن كانوا كلهم أعداء؟ قال إذن يصدق قولهم في عند الله، يبقى كلامهم صح في عند ربنا إن أنا وحش.
حد فهم النظريه دي؟ يعني انا موافق ان يبقى لي اصدقاء ويبقى لي اعداء، لان طول ما هي كده انا موزون، مش هبقى معجب بنفسي ولا هبقى وحش. ايه مش بقول لكم يا جماعه التعايش ده طريقه تفكير؟ تعرف تفكر كده، مش عيب ان يبقى لي مخالفين، تعرف تتعايش مع الدنيا كده. هو الحقيقه وهو بيموت، مش انا قلت لكم ان هو كل فقه تيسير؟ وهو بيموت سالوه: يا ابا عبد الله، كيف تجدك؟ حاسس بايه؟ فقال: والله ما ادري ما اقول لكم، مش عارف اقول لكم ايه، ولكن الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اقولها لكم، الكلمه دي يا جماعه مؤثره قوي والله، ولكن ستعاينون من عفو الله عز وجل ما اراه الان. انتوا هتشوفوا من عفو ربنا اللي انا شايفه دلوقتي، وعندما تعينون ذلك ستحبون الله حبا شديدا. شوفوا التيسير، فكره التيسير لغايه ما مات، بس الكلمه حلوه قوي، هتشوفوا هتدوقوا من عفو الله عز وجل اللي انا شايفه دلوقتي ده، انا شايف عفو. يقولون: فظل يبتسم ويردد: يا عفو يا، فاكرين اسماء الله الحسنى باسمك نحيا واسم الله العفو، يا عفو يا عفو يا عفو. يقولون والله يرددها المرات والمرات حتى اغمضنا عيناه، لغايه ما عينيه قفلت ما بيقولش غير يا عفو يا عفو. الله، اسم الله العفو الذي يزيل ويمحو كل المعاصي والذنوب. انت ما غلطتش قبل كده، ما عملت الذنوب، انت نقي 100%. تخيلوا، ده ختام ملك، دي ختمه ملك، ومات عنده بنت وثلاث ولاد وساب 3000 درهم. الشافعي بيقول: انا كنت في مكه يوم ما مات مالك، ما كنتش في المدينه، فرات امي رؤيا تقول لي: رايت في الرؤيا ان هناك من يقول لي مات اعلم اهل الارض. فارتجف الشافعي وقال لها: مات مالك، لو الرؤيا صحيحه ما فيش اعلم اهل الارض من مالك. بيقول لك: ما بكت المدينه بكاء كبكائها يوم مالك الا عندما مات الخلفاء الراشدين. يقولون: مات مالك فتذكرنا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن في البقيع. عارفين دفن فين؟ الناس اللي بتروح البقيع، لما تخش من البقيع أقصى الشمال وتمشي مثلا كده 50-60 متر، هتلاقي قبرين جنب بعض. شوفوا تكريم الله تبارك وتعالى المالك. دفن جنب مين؟ جنب إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين ابن النبي اللي مات صغير؟ دفن، فدفن مالك بجوار إبراهيم ابن النبي. على فكرة، من الحاجات الجميلة أن الشيخ الغزالي، محمد الغزالي، الشيخ الغزالي المعاصر، لما مات دفن بجوار الاثنين، دون مالك، ومهد الطريق لعلم الحديث، ومهد الطريق لعلم أصول الفقه، ففتح الطريق للبخاري وفتح الطريق للشافعي عليه رحمة الله. يعني أسأل الله تبارك وتعالى أنه هو يجمعنا به في الجنة، ونتعلم منه التعايش، وتحقن دماءنا وتقل خلافاتنا وقضايانا في محاكمنا بهذا التعايش. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أربعة أئمة كلهم أعلام، إمام أضاف للعلم بعد إمام. اتصالات، أول شبكة للجيل الثالث المتطور. العربي، صناع الثقة. سيراميكا كليوباترا، رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. مايو 1982، ميلاد أول منتج من مصانع العرب، وبدأ مشوار الثقة. بالتطور المستمر، بالالتزام بمعايير الجودة اليابانية، النهاردة أكثر من 300 منتج بيخرج من مصانع العرب. أكثر من 12 مليون بيت في مصر بيثق في اسم العربي. العربي، صناع الثقة. الدولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا. اتصالات، أول شبكة للجيل الثالث المتطور.
العربي صناع الثقة. سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. هذا البرنامج برعاية سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. اتصالات، أول شبكة للجيل الثالث المتطور. العربي صناع الثقة. حقوق الإعلان الحصرية لهذا البرنامج ميديا لاين. هذا البرنامج من إنتاج إيبونايت. مراوح توشيبا العربي، موديلات كتير وألوان أكتر. مراوح توشيبا العربي، في حد لسه حرام؟ العربي صناع الثقة. دولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا.